اولا بنرحب بقناه النادي الاهلي في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وان شاء الله احنا جهزنا واستعدينا للعقد الجمعيه العموميه او اجتماع الخاص للتصويت على لائحه النادي الاهلي يوم الجمعه، بحيث ان هي وفرنا المكان المناسب بمساحه كويسه جدا عشان يستوعب اكبر عدد من الساده الاعضاء. جهزنا المكان من حيث التهويه والاضاءه وطريقه الدخول والخروج عشان خاطر يبقى في دخول تيسير في عمليه الدخول والخروج للنادي. وبرده توجيهات مجلس اداره ان احنا جهزنا مكان في المنطقه الخلفيه بقرب عند بوابه المقاولين عشان خاطر يبقى في ممكن نسمح ببعض العربيات تركن بصفه مؤقته اليوم دوت عشان الزحام اللي ممكن يبقى متوقع في النادي الاهلي ان شاء الله. هو احنا جهزنا المنطقه اللي هي ملاعب التنس القديمه، عملنا فيها مكان ستاند كبير، صوان كبير يسع حوالي مساحته حوالي 40 متر في 60 متر، يسح لكافه اللجان اللي هتبقى موجوده للامضاء والتوقيع على الكشوف العضويه، وبرده في نفس المكان هيتم فيه التصويت ان شاء الله. زي ما بقول لحضرتك احنا في منطقه ناحيه بوابه المقاولين على طريق النصر بنجهزها ان هي هنسمح بصفه مؤقته ان هي تخش العربيات تركن في المنطقه ديت، بحيث انها تستوعب عدد كبير من العربيات الساده الاعضاء. وطبعا هو المفروض ان التصويت لكل عضو مش هياخد اكتر من 10 دقائق ان شاء الله، ان هو يخش يسجل في اسمه ياخد البطاقه يحطها في الصندوق، فان شاء الله هتبقى العمليه فيها سهوله ويسر، والمكان ده هيستوعب عدد كبير من العربيات الساده الاعضاء، هيخف الضغط اللي هو بيبقى موجود على حسن مامون او شارع الطاقه. طبعا ان الواحد يضع لائحه خاصه بالجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي هي اللي تقر لائحه خاصه بيهم، غير ان تتفرض علينا لائحه من اللجنه الاولمبيه، لان في نقط كتيره المجلس او اللجنه اللي مشكله من قبل المجلس انها يعني تعدل اللائحه، عدلت نقط كتيره ما يصحش انها تكون موجوده في عضو او في جمعيه النادي الاهلي. يعني ما ينفعش مثلا يكون رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره واحد اجنبي، ما ينفعش عضو مجلس اداره يكون حاصل على مؤهل متوسط. حاجات النصاب القانوني او العدد اللي هو تشكيل المجلس طرأ لي ان هو اللجنه ان العدد ينزل لتسع افراد بدل 12، عدد مناسب جدا اللي يقدر يناقش كل الموضوعات ويبقى ما فيش وقت طويل جدا بيتم في اي جلسه او اي لقاء بيتم. تخيل حضرتك ان كل موضوع عايز يتناقش عايز تسمع راي ال 12 فرد اللي موجودين في المجلس، فطبعا المواضيع دي بتدي تطويل، فقصر عدد المجلس على تسعه انا شايف ان هو افضل كتير ان شاء الله. طبعا احنا بندعوهم كلهم ان دي لائحتهم، ودي دلوقتي احنا زي ما يكون في اختبار، واعضاء النادي الاهلي في مدينه نصر اللي بيترددوا على الفرع في مدينه نصر طول عمرهم كانوا بيطالبوا ان يبقى عندهم مكان موجود في مدينه نصر ان هم يصوتوا فيه على اي جمعيات. المكان ده الموضوع ده جه لحد عندهم، فلازم هم يثبتوا ان مطلبهم اللي كانوا بيطلبوه يجي العدد اللي يخلي نقول ان كان فعلا العدد ده صعب جدا ان هو ينتقل يروح للجزيره. فهو ده دورهم ان هو المفروض بقى الحاجه الموضوع في ملعبهم زي ما بيقولوا، هو اللي واجب عليهم يثبتوا للناس ان هم ده مطلب كانوا بينادوا بيه من سنين طويله، المجلس الحالي وفره لهم وسمح ان هو يتعمل جمعيه تنعقد هنا في الفرع، يبقى الناس تيجي تحضر بكثافه عشان لو في المستقبل نقدر دايما نقول ان احنا عايزين مكان نعقد فيه هنا، بدل ما يبقى الضغط كله على الجزيره، خصوصا يعني ما يبقى جمعيه عموميه النادي الاهلي مثلا قوامها حوالي 140 ألف عضو، 140 ألف عضو ده زوج وزوجة، يعني دخلنا في 280 ألف فرد. مش معقولة أبدا، يعني إحنا دايما بنعمل الجمعية العمومية عشان نقول الناس ما تجيش، يعني مش بنعمل الجمعية العمومية عشان خاطر نقول إيه إحنا عايزين 10,000 12,000. طب لو فرضا إن في أي حدث حصل وخلى الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية اللي هي تقترب من 280 ألف عضو عامل يحق للتصويت ان هم توجهوا للنادي، ايه الوضع اللي هيبقى موجود في فرع الجزيره لو العدد الكبير ده توجه مره واحده للجمعيه؟ احنا متعودين او بنتكلم ان الثقافه ان الناس ما بتحضرش الجمعيات العموميه الغير عاديه او الجمعيات العموميه العاديه اللي ما فيهاش انتخابات، بس لو فرض ان هو لازم القانون ما يتعمل او اللائحه ما تتعمل تعمل في حسابها ان ممكن في يوم من الايام يتردد عدد كبير جدا من الاعضاء، فايه المانع انا مش ان يبقى في لجنه في الجزيره ولجنه في مدينه نصر عشان خاطر تقدر تستوعب الاعداد اللي ممكن في اي مرحله تحضر. ولو فرض ان شاء الله نتيجه ان اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي
واخدين الموضوع في شكل تحدي وحضروا بكثافة كبيرة. طب هل فرع الجزيرة هيستحمل الأعداد الكبيرة ممكن تحضرها؟ طب ما انا بسهل الاعضاء وانا ما بقولهمش هي هو كده كده في اشراف قضائي في ضمانات ان العمليه ماشيه بطريقه مظبوطه، يبقى ده اللي يهمني ان هو ده اللي يكون موجود. انما بقى هنحضر تتعمل في يوم تتعمل في يومين، وبعدين كل حاجه قبل التعديل. احنا زمان ما كانش في حاجه اسمها تصويت من الخارج، احنا دلوقتي في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات الرئاسه بقى في السفارات بره بيصوتوا. هنتنينا طول عمرنا نقول لا نعمل في مكان واحد ويجي يحضر عدد محدود؟ لا، انا شايف ان دي فرصه لاعضاء مدينه نصر ان هو جالهم جمعيه تنعقد عندهم في الفرع، لازم يثبتوا لكل الناس والاعضاء النادي الاهلي كلهم ان هم عدد كبير جدا كان بيحجم على حضور الجمعيات العموميه، عشان خاطر ان الصعوبات اللي ممكن يلاقيها لو راح الجزيره ان شاء الله. احنا طبعا اصلا اسماء الاعضاء اللي حق ليهم حضور الجمعيه العموميه كلها متعلقه طبقا للتوقيتات اللي المفروض اللي بتبقى موجوده في مدخل النادي. العضو هيجي هو عارف ان المفروض يبقى معاه كارنيه العضويه سواء 2016 او 2017، لو هو كل واحد فيهم رقم اللجنه موجود في يمين كارنيه العضويه، بيخش على اللجنه بتاعته بيسجل قصاد اسمه، هيستلم بطاقه التصويت يخش يحطها في الصندوق. بعض الاعضاء اللي عندهم لبس او في مشكله في اي حاجه هيبقى في لجان استعلامات موجوده في مدخل الخيمه، منهم ناس خاصة بمدينة نصر وناس خاصة بالجزيرة وناس خاصة بالشيخ زايد.